ولما نتكلم عن مناطق وعشوائيات غير آمنة، خلينا الأول نقول للسادة المشاهدين إيه هي، يعني إيه عشوائيات ومناطق غير آمنة ودرجتها بتكون إيه، وإحنا إيه الدرجات الموجودة عندنا في مصر؟ طيب، العشوائيات الغير آمنة اللي هي عبارة عن 4 درجات، أو العشوائيات عامة ليها 3 تقسيمات رئيسية: الغير آمنة والغير مخططة والأسواق العشوائية. الغير آمنة اللي احنا الغير آمنة وغير مخططة والأسواق العشوائية. والأسواق العشوائية. احنا الغير آمنة اللي هي ب4 درجات: الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الأولى اللي هي الدهمة، خطر على الحياة. الثانية اللي هي سكن غير لائق. الدرجة الثالثة اللي هي خطر ومهددة للصحة. الدرجة الرابعة حيازة غير آمنة. دول 4 درجات بتوع الغير عشوائيات آمن. غير آمنة أو المناطق غير آمنة اللي احنا خدنا منهم تكليف القضاء عليهم في خلال يعني رؤية مصر 2020، نكون خالية من الغير آمنة. حاولنا جاهدين نخلص منها في 2019، بس ديناميكية المناطق وديناميكية العشوائيات اضافت مناطق جديدة وظهرت لنا، فاضطرينا ندخل بيها على 2020. احنا ايه الدرجة الاكثر انتشارا عندنا في ال4 درجات الغير امنة اللي حضرتك ذكرته؟ الغير سكن غير ملائم غير مناسب، اللي هو الدرجة الثانية. الدرجة الثانية. وهو الاكثر خطورة انهي؟ أول الدرجة واحد الأولى طبعا، اللي هو دائما الخطر، زي سقوط الصخور، زي انهيارات جبلية، في مجرى سيل، في خط سكه حديد، اللي هي الخطر على الحياه، اللي هي خطوره داهمه على الحياه مباشره. هي دي اللي طبعا اكثر خطوره. كويس، انتوا بالارقام، لو انا قريت بعض الارقام على الساده المشاهدين، انشاتم 114 الف وحده سكنيه في عام 2019، وطورتم 201 منطقه بتكلفه بتصل ل 22 مليار جنيه. اولا الارقام دي دقيقه، واللي عايز النهارده دقيقه، الاسبوع الجاي هتبقى مختلفة. لكن الأرقام النهاردة هي اللي أنا قلتها. هي طب دلالة الأرقام دي إيه، وأهم المحافظات أو يعني أبرز المحافظات اللي وقع فيها هذا النوع من التغيير؟ طبعا أبرزهم هي القاهرة. القاهرة لوحدها اللي هي فيها 60 منطقة ب 64 ألف وحدة، فعايزين نقول إن هما ال 64 ألف وحدة دول إحنا القاهرة لوحدها هيتبني لها حوالي 45 ألف وحدة، وفي حاجات تانية اللي هي اسمها وحدات اللي هي او استراتيجيه للقضاء عليها، زي مثلا ضغط عالي تحت ضغط عالي، او مناطق سيول نبني سدود عشان نمنع السيول. فدي القاهره لوحدها 60 الف وحده سكنيه، فدي 60 منطقه ب 64 الف وحده سكنيه. يليها اسكندريه. اسكندريه عندنا حوالي 32 الف وحده سكنيه، وبتعملها ال 2 الف وحده بيتبنوا هناك في اسكندريه، اللي هي بشار الخير 1 و2 و3 و5، وخلف والهضبه الصينيه والعرايس والماكس، دي كلها مشروعات موجوده في اسكندريه. طبعا كلنا حافظين مشروعات القاهره، الاسمرات والمحروسه، اللي كان اول كاميرا تنزل في المحروسه كانت الكاميرا بتاعتكم انتوا. صحيح، رحنا عملنا حلقه من المره هناك اثناء تنفيذ المشروع. صحيح. يعني كانت اول كاميرا تنزل فعلا في المشروع. روضه السيده، الخياله، مشروع معا، اهالينا، دي كلها مشروعات كبيره في القاهره، يعني اللي هي في الاخر نتيجتها تبقى 45 الف وحده سكنيه، غير الاستراتيجيه الثانيه في القضاء على العشوائيات. عندنا في كل 27 محافظه، ما فيش محافظه ما فيهاش غير امن، غير كانت محافظه شمال سيناء ما كانش فيها غير امن، لكن فيها غير مخطط. واحنا طبعا حصل حوار بيني وبين السيد المحافظ ان احنا ان شاء الله هندخل هنشتغل فيها، مش هنتوقف عن العمل فيها ونقول ده فيها لا، هي ان شاء الله هيكون لجينا السنه دي عمل فيها، وهيبقى في اتفاقيه هنوقعها مع محافظ شمال سيناء ان شاء الله، يبقى احتفال ان المحافظه تحتفل بان احنا بنطور فيها في الغير مخطط باذن الله. وجنوب سيناء برضو شغالين فيها، والغير مخطط برضو احنا شغالنا فيها. على فكره احنا عندنا برضو، يمكن برضو كنا استعرضنا قبل كده، ان احنا عندنا شغالنا في 52 منطقه، التكلفه كانت 900 مليون جنيه، واستفاد من المشروع ده 409 الف اسره، بحوالي 2 مليون مواطن استفادوا من الغير مخطط اللي اشتغلناه قبل حتى ما ناخد تكليف بيه. احنا عندنا تكليف كان الغير امن نخلصه في 2020، الغير مخطط ان احنا نخلصه في ان شاء الله رؤيه 2030. وبدانا نقتحم خلاص المجال، وبدانا يمكن برضو كان لنا مداخله في القناه عندكم على الغير مخطط اللي احنا دخلناه في محافظة اسكندرية، فاحنا خلاص يعني بدأنا نعمل اوفرلابنج شوية في الغير آمن مع الغير مخطط، يعني قربنا نخلص غير الآمن وداخلين على غير مخطط ضمن طبعا خطة مصر 2030.